ثلاثة أشهر على الأزمة السورية، المشهد لم يختلف ودموية الحوادث لا تزال هي هي. كل طرف يعمل على حسم المعركة لصالحه. في مقابل هذه الصرخات عمد النظام إلى حشد مؤيديه في تظاهرات تهدف لدحر فكرة أن غالبية الشعب باتت مناهضة له، ورفع الموالون في الحدث أكبر علم سوري بطول 2300 متر وبعرض 18 متر. في هذه الأثناء كشف التلفزيون السوري عن وجود مقبرة جماعية في جسر الشغور تضم عناصر من الجيش والأمن، في وقت تواصل المعارضة بث صور لإظهار انقسام الجيش وميل عناصر فيه لمصلحة المعارضة. إلى ذلك دفع الجيش السوري بدباباته وتعزيزاته العسكرية باتجاه الشمال الشرقي، فيما أكد ناشطون أن الأمن السوري يحول دون مغادرة السكان محافظة إدلب بعدما نزح الآلاف منهم إلى تركيا. ونطلب من الحكومة التركية ومن رئيس الدولة الوزير رجب كردغان أن ينظر بوضعنا. نحن من الظلم ارحلنا. دبلوماسيا تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا في الأونة الأخيرة، وفي محاولة لإعادة الأمور إلى مسارها بعث الرئيس السوري بشار الأسد حسن التركماني إلى أنقرة للقاء رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان.